دوري في الملعب اهلي وزمالك حاليا صعب يعني بلغة الاحتراف وبلغة الارقام اقول لك لسه في الملعب، لان احنا دائما متعودين طالما الماتشات ما غطتش النقط يبقى خلاص موجود. بس انت بتتكلم في يعني احتماليه صعبه، يعني احتماليه تحدث صعبه، بس كل حاجه في الكوره وارده. يعني انا 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 وجهه نظري مباراه بكره بتاعه المصري والاهلي، المباراه دي لو انتهت بفوز النادي الاهلي يعني خلاص انت بتتكلم في 6 نقاط خلاص، يعني هيبقى انتهى. يعني لو حدث نتيجه عكسيه سلبيه للنادي الاهلي ممكن يبقى في كلام، ممكن يبقى في كلام، لان الفرق كبير. يعني انت بتتكلم في فرق النهارده مش قليل، وعدد المباريات خلاص انت هم 9 نقاط فاضلين، فهيبقى في صعوبه. اعتقد ان النادي الاهلي حسم بشكل النادي الاهلي بينه الاسماعيلي والمصري والاتحاد والزمالك. مظبوط، انا معاك. والزمالك فاضل له برضه، عنده الاهلي وعنده المصري وعنده سموحه، فريق برضه مش سهل. يعني عنده ماتشين، المصري مشترك مع الاثنين، لكن الـ 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 الاهلي وسموحه فرقتين برضو، يعني سموحه فريق صعب مش سهل. بس هو انت بتتكلم فيه ان الاهلي مركز، يعني خلي بالك الكلام ده لو النتائج الاهلي، يعني احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم والاهلي مثلا متعادل له ماتشين في النهايه، يعني اخر 3-4 ماتشات متعادل ماتشين وخسران ماتش، لا الاهلي بيكسبه كويس، فالاهلي بيكسب يعني معناها انه مركز. فاعتقد انه هيمشي على نفس الوتيره الثلاث ماتشات الجايين، ممكن يتعادل مباراه يكسب مباراه، انما مش يعني الفرق النقاط مديله مساحه يعني.